حقيقة يعني أكثر من مرة بيسألوني عن إنه الجهاز ما بيشتغل معهم، بغض النظر عن الدائرة المطروحة، لكن الصحيح بدي أنبه لبعض الشغلات أثناء صنع الأجهزة. هاي الشغلات أو الإشي، إذا ما اشتغل عندك الجهاز بدك تفقد أول شغلة إنه الكهرباء واصلة أو لا، عن طريق لما بتحط، يعني لما بتجهز الجهاز وتربطه مع البطارية وكل إشي تمام، بتلامس سلكين الملف الكبير أو سلكين الملف الصغير اللي رايحات على الملفات. إذا طلع صوت بالسماعة، صوت خشخشة، يعني تك تك تكات، الآن الجهاز شغال، لا تلعب فيه. الجهاز يكون شغال العلة من الملفات وضبط الملفات. انتبه معي يا أخوي يا أخوان الكرام، يعني إذا كان جهازك شغال لا تخربه طوالي. لازم أول خطوة، أول خطوة تعرف إنه شغلك صح بالجهاز ولا لا، إنه بتلامس السلكين. إذا اشتغلت السماعة تكة، معناته الجهاز 100% شغال. لامس السلكين للملف الصغير، بعديها لامس السلكين للملف الكبير، شوفهم بيشتغلوا ولا لا. إذا الملف الصغير مثلا ما اشتغل، الكبير اشتغل، طلعت تكة بالسماعة، الكبير الصغير ما اشتغل، معناته بتروح على الترانزستور الأول الخاص بالملف الصغير اللي ما اشتغل، وبتتفقد كل توصيلة فيه. طبعا في أدوات، حتى لو ما كان عندك أبو ميتر، عن طريق الضوء في أدوات أنا شرحتها بالقناة أكثر من مرة كيف تتفقد القطع إذا كانت موصولة صح أو ملامسة. فالآن هاي أول خطوة. الخطوة الثانية، التكس طلعت بالسماعة لكن ما في صوت، الآن بدك تساوي ملفين قد بعض، وأفضل الملفين اللي هو قطر الملف 15 سم 15 سم، بتحط عليهم كل واحد 11 لفة، وبتوازي بين الملفات، بتشوف الصوت ومقدار الصوت وبتتحكم. أول ما بطلع معك الصوت، هذا لا يعني إنه الجهاز كفو والجهاز تمام التمام الآن وتضبط الملفات على هذا الوضع، لا. يعني إذا اشتغلت الملفات أوكي خلاص تمام، الآن بتركب الملف الصغير، بتخلي الملف الكبير الحجم اللي بدك إياه أنت، ثم بتلف الملف الصغير، بتضلك تلف فيه تا يطلع الصوت. لما يطلع الصوت ما تثبته على شيء معين، لا، بدك تعايره على طرف السكوت، مش على السكوت، يعني بتخلي طقة طقة بالجهاز. لما يكون طقة طقة الآن أعلى عمق بالجهاز، أما إذا كان صامت ما راح يكون على أعلى عمق، راح يكون 10 سم 5 سم مدى الجهاز. أرجوكم تنتبهوا لهذه النقاط، هاي النقاط ضرورية ومهمة جدا لتركيب أي جهاز. إخواني الكرام، لا تنسوا متابعة القناة باستمرار إن شاء الله تعالى. بحط لكم في قريب الأيام العاجل أي شيء جديد، وإن شاء الله فيه شيء جديد، بس سامحونا لأنه الفترة الماضية الحقيقة كنت مشغول جدا وما زلت صراحة، فما استطعت إني أعمل على الجهاز، ومع إنه في شيء جديد، يعني في أفكار جديدة كثير، وإن شاء الله تعالى نحققها مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.